السلام عليكم، كي دايرين المشاهدين؟ لاباس؟ مزيان بخير. هاد النهار جينا نشاركو معكم واحد الفول. انا بالحكم عندي الفول هنا في الجردة، جيت زولت وقلت علاش ما نشاركوهش معكم. يعني واحد الفول كيجي بسيط ولذيذ، هذاك الفول اللي كديري فيه انت الزيت وتقلي الثوم وداكشي ما كيجيش مزيان حتى للمعدة. هذا واحد الفول عادي يجي خفيف ومفور وكيجي خفيف. غادي نوريكم المقادير ديالو كي كيجي داير. هي انا غادي نديرو على العواد وعلى الكسكاس الحلفه وداكشي. بالنسبه لكسكاس الحلفه الاخوات كلهم لا بغاو يشرو كسكاس الحلفه، وديري على في الدار ديالك على المجمار، ولا ديري في هذا على الكاس اللي بغيتي انت، وكيبقى لك الاختيار. المهم كيجي الفول زوين. احنا زولنا الفول، زولت الحجم اللي قدتني. ايوا ان شاء الله حتى نكملوا نغسل الفول، عادي نغسلوه ونصايبوه هذا نقردوه. وحنا درنا الهيران شعل العواد الهيهات. جيبي جيبي معك داك الفول. ايوا ان شاء الله نشاركوه مع الخوت، علاش لا؟ واخا حاجه بسيطه وداك الشيء كيقول لك زعما ديري شي حاجه، حتى هذا راه تبارك الله كلشي راه مزيان. ايوا نتمنوا من الله تقبلوا علينا. المهم دابا جيت باش نوريكم غير الطريقه وداك الشيء، وان شاء الله يكون الخير. ها الخرشف مازال، ان شاء الله ندير لكم شي طاجين بالخرشف عاوتاني حتى هو. ايوا نتمنى من الله الرضا. ها العافيه فين شاغله؟ ها تفاطله ماقيله، ها راه شاده. ها الكسكاس فاش كنصاوبها، وهذا يعني تقدو تشريوهم نتوما. هاي فين غادي نديرو لهم هاد النهار؟ بغاو الفول مفور. ايوا نصايبوه ان شاء الله، نصايبوه على العواد. ها احنا معكم وانتم معنا ان شاء الله، وعاونونا. يا الله يكون الخير للجميع. يا الله تهلاو تنطلقوا ان شاء الله في الوصفه ديال الفول. يعني بعد ما زولنا الفول جبناه هنايا نغسلوه باش نقطعوه، ونوريكم طريقه التقطاع شنو غادي ندير معاه. والما راه عندنا كيغلي، ما ديرو في الفرن، ما ديرو في ما بغيتو. كاين عندي انا جوج وصفات، كندير في الكوكوت وكندير في هذا في الكوكوت. الا بغيتو ديرو في الكوكوت كندير الفول، كنصايب الفول ديالي كله كنقطعو، نقطع معاه الثومه، نقطع معاه الربيع، القزبر، العدنوس، وكندير نص كاس ديال الزيت وكاس ديال الماء صغير، كاس تاع اتاي بالماء، وندير فيه الملحه. ندير فيه الملحه، حيت الفول ملي كيدخل فيه الملحه كيجي زوين احسن من اللي عاد كترمي فيه الملحه. كنديرو شويه الملحه، الكمون هو اللي ما كنديروش، كنديرو غير الملحه والزيت والماء. نسدو عليه الكوكوت في الاول كيغلي، من بعد كنقصو البوط على داك الكوكوت، نخليوه كيطيب حتى كينشف من داك الميه، كتجيب ريح زبده صافي. غير قبطيه، زيدي شويه الزيت بلديه، وزيدي شويه، وديري له الكمون ديالو السودانيه وداك الشيء، وصافي. وعفسي هكا شويه بالمغرفه وبالصحه والهنا، ايوا صافي. راكم عارفين زويتنا شويه الحامض من الاخر. انا شتي ملي كتقلي الزيت والثومه وترمي داك الفول ما كيجيش مزيان كاع. المهم غادي نبدا معاكم. حنا غادي الفول هاكا كنقشرو، نقشرو الفول بحال هاكا، كنشدو الفول بحال هاكا، نحيدو له هاد الجلده هاكا من هنا، والجلده من هنا هاكا، يعني هادو خصهم يتحيدو، كتبقى طبيعية، ولا حيتاش لا خلينا هاد الخيوط كيوليو من الاخرين، من بعد كنقطعو غير كيبقيو غير هاكا. أنا لقيت عندي كسكاس الحلفة، غادي ندير واحد الحلفة بحال هادو، عاد نفرشهم تما ونبدا ندير. إلا هاكا مثلا كسكاس عادي ولا كوكوت معليش غير هاكا. هندور صافي بحال هكا، صافي على ما نسالو. وعاد نوريكم عاوتاني طريقة التصوير، متنساش وحنا معاكم. بعد ما حنا قطعنا مزيان، ها قطعنا هكا رقيوق مزيان، تقطعوه رقيوق حتى لما كانش الفول طيب بزاف ولا شي حاجه. وكما كان دابا كان دابا انا راني مشاريع جايبه من هنا، عيني من الجرده لهنايا. ودابا اللي كيشري الله يكون في العمره ما عادش يكون الفول قديم ولا شي حاجه، كتبقى ليلو شي 3 ايام 4 ايام. المهم نتوما ما غاديش نحيدو لها الاخر ديالها، ها هي فينا
نخليوها هكا. ثاني بغيو نقليوهم عاد ندير نحيدو لهم هاد راكم عارفين هذا الربيع ديالنا. ها هو الربيع. وسمحوا لي كان قديمة هذه ديالنا، هذه ديالنا وكل شيء راه ديال الله حتى حاجة ما ديالنا. والله إلا كتبقى تخرج لي بدون شعور كقال هذاك. المهم صافي هكا كنقردو قصبر مع الدنوس. شتي قصبر مع الدنوس كاع تبقى ترقوه ولا شي حاجة، كل شيء دابا يطيب. تبارك الله الريحة د الدنوس والقصبر، الريحة عليا طاق مع قصبر جديد. إيوا عادي نديرو له هكا. إيه كنربطوه كيما بغيتو، معليش كاع تقدي تربطو تحتها تما، ماشي مشكل. قطع على جوج على ثلاثة حيت كلشي غادي يطيب، حتى حاجة ما غادي تقل. صافي داك القصبر داك داك التومة غادي نخليوها، من بعد غادي نديرو هاد الربيع من هنايا هكا نجيبو نتقلو شوية. غادي نجيب واحد البلاستيكة تكون نقية، غادي نغطيها هكا. لي ما بغاش يدير ميكا ما يديرهاش، يدير شي توك. دابا هادي كطيبو لنا دغيا هكا كيطيب ما كيبقاش الاخر. كنجيبو هاد القشور اللي حيدنا مع الجناب وداكشي غادي نتقلو به هكا باش داك الريحة ما كت يعني الجهد الفول كيبقى لداخل ما كتخرجش على برا، باش كتبقى لنا داك الريحة ديال الفول داك لوكو ديال الفول زوين. دابا غادي نمشيو هكا، يلاه تمشيو معايا نمشيو نحطو فوق القدرة راها كتغلي وإن شاء الله حنا معاكم. صافي بعد الماء راه بدا كيغلي راه فيه عاد راه هذا كنجيبو هنا كنغطي كنثبتو مزيان هكا الكسكاس. إلا كان عندكم تما الكسكاس كيتنفس ولا شي حاجة ديرولو يعني قابلوه وصافي. هو خصو العافية الصراحة باش كيطيب دغيا. دابا أنا عندي هنا واحد ربع ساعة هو واجد. إيوا نتمناو من الله إن شاء الله حتى الوقيته ديال التقلية وهاني معاكم. صافي درنا الطاجين ديالنا فوق الله أكبر على الحق. أنا جيت مع الغدا ديال الخدامة قد قد. غادي نجيب الفول غادي نحيد منو هاد هادو القشيرات اللي كنا درنا نحيدوهم. غادي نقبط هاد هادوك السنين فات اللي درنا تاع التومة هاهوما، غادي نرميهم غادي نحيدهم باش نقيهم نحيد لهم داك الجليدات نديرهم مع الفول. تبارك الله على ريحة طالعة منو، ريحة الفول دابا عاد بدات كتعطي. صافي كنديرو هكا كنحيدوهم كاملين حتى كنقيوهم. حتى لا طاحتكم شي وحدة هكا حيدو غير الجلدة وصافي. هاهو راه ما كيبان صافي من هدا. صافي الريحة ديال الفول دابا عاد غادي ندير زبيتة ما غادي نقليه ما والو. زبيتة على حساب الملحة، حتى هي على حساب الملحة تبقى نتوما على حساب ديرو ذوقو راكم عارفين ديرو ميزو. غادي نجيبو التومة نحيدو لهداك كتبدا بحال الطوماطة هكا. ملي كنقليوها بداك الزيت وتبقى كتقلى والشيا طالع مكتجيش زوينة الصراحة، مكتجيش زوينة. ملي كنبغيها عاوتاني على حساب. المهم حنا هادي هي الطباعة ديالنا اللي كنديرو الطريقة ديالنا التقليدية ديال هذا كيبقى لنا تقريبا هكا. المهم كنلاخروهم مزيان في هكا في العفيس كنحشوهم مزيان معنا شوية العافية نجهدوهم كعباد كامون كامون على حسب اللي ما كيبغيش
اللي كيقول لك عاتاني شويه ديال الفلفله الحمراء، عاتاني شويه ديال السودانيه. السودانيه كتبقى على حسب، دابا حنا هنايا كلشي باغي الحار. قلتهم هاد العيالات هنايا قال كلشي كياكلوا الحار، يعني غادي نضطر ندير الحار غادي نقطعو هكا. مع شويه بارده راه ما بغاتش تقطع صافي كنكمل. ها في الدار عندكم ولا هيا خرجت ليا التومة خرجتهم. وهاد التومة مع تهورات مع فقدت فيها ريحة الفول وداك الربيع صغر ما فيهاش باينة كتبعو منه. دابا غير هكا في المنظر كيف لكم الفول راه باينة فيه، راه غادي يجي حسن من غادي تقليو الزيت. اصلا الزيت البلدية ملي كتقلى مع داك لاخر ما كتبقاش اكثر ولا كتولي هكا، كيجي الفول ملابد ومرمل زوين بصراحة. ايوا غير بقينا نشاركو معاكم هاد النهار. انا ندير غير العيالات راهم كيصابو لي الفرمة، انا تاني مش داري الفول الطبق اللي هو عاد ياكل الفول من بعد عاد داري لهم واحد الوصفه عاديه خلاص داري لهم مريقه وصافي زوج شويه الخرصه. دابا ما بغيت تاني نطول الفيديو واحد ثاني هذا كندخلو داك التوابل اللي درنا كندخلوها مزيان في هاد الفول. حنا كنعصبو فيها هكا شويه كنبزطو هكا كيتبزق. هذا هو الطاجين ديالنا وقبلوا علينا. هدا مع واحد شويه ديال الزبيب مات الزيتون مكنقطعوش نديرو انا معاه حتى حتى لي كنديرو حبيبات هكا من فوق شويه ديال الحامض حتى في التعليمات لاخرش متخلطوش معاه خليوه على طبيعته هكا كيجي زوين. صافي كنزيد واحد شويه ديال السودانيه هكا لي بغا كيقطع ديالته نزيد واحد شويه ديال الزويته. الزويته كلشي كنصغر انا على الزويته ها زيت العود وصافي زيت البلديه صافي كنخليو هكا وصافي. دابا غادي نحيدو من فوق نجيب باش نهزو من حيت السخون ونمشي نديه للناس بالصحة لهنا. يلا سنتلاقاو ان شاء الله. هاني جايبه هاني جايبه. وها الفيلات وجدو تبارك الله جاو رائعين ما عندي ما نشهيكم بهم زعما الصراحة. إلا قدرت توجدهم غير توجدهم مع شي بردة تا هو هداك. إيوا وجدنا لهم شوية ديال الديسير تا هما مساكين. إيوا هو هدا الفول ديالنا هو هدا. إيوا نتمناو إن شاء الله ما تبخلوش علينا ولا كان شي حاجة خاصكم هكا ولا شي تعليق ديروه لنا فريكم وندورو حنايا إن شاء الله عند حسن الظن ديالكم. حنا كنديرو اللي علينا وانتم راكم عارفين. ايوا نتمنوا من الله الرضا ديالكم ما تبخلوش علينا. من حين لاتهم غوش يجي وقالك مي بغوش يبانو من خاطر نمشي نسكي في الدار كان غادي يجي ولكن اللي مساكن غي جاو غي يعاونو صافي كان ما يلا نتمنوا حتى القطيطين ها هما. يلا يلا دير لنا ابوني على وجه هاد القطيطات هادو تهلاو باش ما تقولوش هاد يلا تهلاو لي فراسكم ان شاء الله ما يكون غير الخير. مازال ما زيدها الخرشف عندي هنايا كاين شي وصفات بالخرشف زوينين وساهلين وكيجيو رائعين صراحه. وعلى علم عندي حتى الخرشف كنعقدو كيبقى لي لمده عام كنصايبو كيبقى لي لمده عام والله الا كيبقى لي لمده عام غير جبديه ورمي في الطنجره ديالك وهذا يلا ان شاء الله. الا كان شي حاجه ديروها لنا في لي كومونتير وحنا عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. يلا مع السلامه.